السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد موضوع مهم جدا، Routing Protocols Overview Part 1. طبعا احنا اتفقنا ان الستاتيك راوتينج او الراوتينج عموما اقدر انفذه بواسطه من اتنين، اقدر اعمله بطريق من اتنين، اما ستاتيك راوتينج او دايناميك راوتينج. احنا هنتناول في محاضرتين مواضيع خاصه بالدايناميك راوتينج بروتوكولز، تمام؟ باذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف كده في الديسكربشن او في الاوبجكتيفز هناخد ايه. واتس ذا ميجر ديفرنس، ايه الفرق او الفروقات الرئيسيه ما بين الاستاتيك والديناميك راوتينج، وهناخد بريف نوتس اون دايناميك راوتينج بروتوكولز. هنتكلم يعني هندردش شويه عن الريب، عن الاو اس بي اف، الاي اي جي ار بي، الاي جي ار بي، البي جي بي، والاي اس اي اس. هنتكلم كذلك عن ان الديناميك راوتينج بروتوكولز بتصنف الى فئه من اتنين، Distance Vector and Link State. يعني مثلا OSPF والاي اس اي اس ده Link State Routing او Dynamic Routing Protocols، الاي اي جي ار بي والبي جي بي والريب دول Distance Vector Routing Protocols. وهنتكلم بقى عن Distance Vector واللينك ستيت والفروقات ما بينهم، وكذلك هنحل مع بعض التشالنجينج تيست. بصوا يا جماعه بقى، الستاتيك راوتينج، الستاتيك راوتينج الراوتر از ايديوكيتد باي ان نتورك انجينير. يعني الراوتر بيديوكيت هاو تو ريتش النتورك، يعني بعلم الراوتر ازاي توصل للنتورك. ده طبعا باي ان نتورك انجينير، انت اللي بتحدد الراوتر للراوتر ازاي تروح لديستنيشن نتورك. سو ات كان راوت ا باكيت اون اتس واي تو اتس ديستنيشن نتورك. يعني يا جماعه بصوا، احنا تعالوا بس ايه نتكلم عن الديناميك والاستاتيك بطريقه مبسطه شويه. الاستاتيك، الاستاتيك توصيفه اللي انا مثلا عندي راوتر 1 اوكي متصل براوتر 2، الراوتر 2 تمام متصل براوتر 3 اوكي اوكي طيب، وعندي دي نتورك 1 ودي نتورك 2 دي نتورك 3، انا مش هحط اي بي هات، افترض ان بالنتوركس بالرقم يعني تمام. حلو، لو انا عندي بي سي موجود في نتورك 4 عايزه يكومينيكيت مع سيرفر موجود في نتورك 1، فانا هعمل ايه؟ كده مضطر ان انا لو همشي بطريق الاستاتيك راوتينج هقول له راوتر 1، راوتر 1 لو انت عايز تروح الى نتورك 1، حيث ان نتورك 1 فيها السيرفر بقى وفيها كل الاجهزه اللي البي سي عايز يروح لها في نتورك 1، روح الى الاي بي ده تمام؟ روح الى الايه؟ الاي بي ده اللي هو بتاع راوتر 2. طيب وهروح لراوتر 2، كده الحلقه ما خلصتش، خلي بالكم، لا لسه اروح لراوتر 2 واقول له راوتر 2 لو انت عايز تروح لنتورك 1 روح الى الاي بي بتاع راوتر 3. عظيم، طيب كلام جميل. اي كوميونيكيشن يا جماعه بيتم ما بين جهازين لازم يكون رايح جاي، يعني جهاز بيبعت لسيرفر، السيرفر بيرد عليه بحاجه، جهاز يبعت لسيرفر، السيرفر. فطبعا انا كده اما قلت راوتر 1 تروح لنتورك 1 عن طريق راوتر 2، راوتر 2 تروح لنتورك 1 عن طريق راوتر 3، محتاج برضو اقول لراوتر 3 لو انت عايز تروح لراوتر نتورك 4 تروح ازاي؟ هقول لراوتر 3 لو انت عايز تروح لنتورك 4 روح لراوتر 2، لو انت راوتر 2 عايز تروح لنتورك 4 روح لراوتر 1. يبقى انا خلي بالكم كده ايه؟ عملت الحلقه كده رايح تمام جاي او رايح راجع تمام. عظيم جدا الايه الكلام ده. طيب فمش حاسين بمشكله؟ مشكله في الاستاتيك راوتنج، الاعتماد على المانوال كونفيجريشن والمانوال سبيسيفيكيشن، ان انا بعمل تحديد لمسار الراوتر في اتجاهه الى الايه الشبكه. الموضوع ده طبعا مشكلته بتظهر في النتوركس المعقده. يعني تخيل لو انا عندي مثلا نتورك مثلا بقت بالشكل ده، راوتر 4 راوتر 5 اوكي راوتر 5 ها تمام، ومثلا يعني ايه وصلت كده. طب تخيل بقى ان انا ممكن اخلي راوتر 1 يروح للنتورك عن طريق على الطريق ده او على الطريق ده تمام او على الطريق ده، واضح؟ فا اوكي، طب لو انا مثلا عايز اخلي راوتر 1 يروح كده تمام، هقول له روح لراوتر 2، وبعدين راوتر 2 عايز تروح للنتورك 1 روح لراوتر 4، راوتر 4 عايز تروح للنتورك 1 روح لراوتر 3، وبعدين راوتر 3 لو انت عايز تروح للنتورك 4 روح لراوتر 4، يا راوتر 4 لو انت عايز تروح للنتورك 4 روح لراوتر 2 تمام، وهيطلع كده تمام، يا راوتر 2 لو انت عايز تروح لراوتر للنتورك 4 روح لراوتر 1. الموضوع ده مع كبر حجم الشبكه صعب جدا ان انت تنفذ الراوتنج بواسطه الاستاتيك راوتنج تمام. ولكن ميزه الاستاتيك راوتنج، ميزه الاستاتيك راوتنج السرعه تمام، وكذلك الاستقرار
اوكي؟ يعني ايه الاستقرار؟ يعني انت لو حددت الراوتر 1 المسار اللي هو يمشي عليه وعملت الحلقه بتاعتك المسار اللي هيمشي عليه في اتجاهه الى النتورك 1 وراوتر 2 عشان يروح النتورك 1 يروح عن طريق راوتر 3 وهكذا، فانت الراوترات حفظت مش هتخرج عن التعليمات بتاعتك. اما الدايناميك راوتنج انت بتسيب الراوتر هو اللي يختار يروح عن طريق اني مسار. يعني في الشبكه اللي قصادي دي المناسب ليها دايناميك راوتنج، تمام؟ الايه المناسب ليها دايناميك راوتنج. تعالوا نتكلم عن الدايناميك راوتنج بشيء من التفصيل. لو انا مثلا عندي هنا راوتر 1 دي انترنال نتورك، راوتر 2 اوكي، راوتر 3. خلي بالكم بقى ان احنا هنتكلم عن الكونسبتس الخاصه بالدايناميك راوتنج. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت اللي سرحان يركز. هفترض النتورك دي 10.0.0.0.0/27، تمام؟ النتورك دي 10.0.0.0/ لا 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 دوت، بص نخلي ده لان دي وان لينكس اوكي، يعني ممكن نخليها على /30. خلي النتورك دي 10.0.0.32/27 والنتورك دي 10.0.0.0.64، لا لا الاوكتت الرابع اهو .64/30، والنتورك دي 10.0.0.68 لان الانكريمنت بتاع /30 هو 4، والراوتر ده هنفترض ان هو .69، ده .70، ده .65، ده .66، راوتر 3 هنا هياخد .33، راوتر 1 هياخد دوت كام بقى؟ هياخد .34، لا لا دوت 1 اوكي. طيب تعالوا نعمل الايه الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر. عظيم اهو، هنقسم كده الايه الصفحه كالاتي، تمام؟ الراوتنج ممكن نعملها ايه، يعني نقسم بالعدل شويه اهو، ممكن كده تمام. الراوتنج تيبل بتاع راوتر 1، الراوتر 1 هيقول ايه؟ انا اقدر باي ديفولت يا جماعه هيقدر هيسجل في الراوتنج تيبل بتاعته ان هو يقدر يروح 10.0.0.0/27 وده سي اوكي، يعني دايركتلي كونكتد عن طريق فصل ايثرنت مثلا 0/0. دي فصل ايثرنت 0/0، دي 0/1، دي فصل ايثرنت 0/0، دي فصل ايثرنت 0/1، دي فصل ايثرنت 0/0، دي فصل ايثرنت 0/1. حلو 0/1 اوكي. كذلك راوتر 1 هيقول لك ان انا سي دايركتلي كونكتد عليا النتورك اللي هي 10.0.0.cam.68/30، تمام؟ عن طريق فاست ايثرنت 0/1. عظيم. راوتر 2 اوكي، الراوتنج الديفولت راوتنج تيبل بتاعته ايه؟ اللي هو يقدر يروح ل 10.0.0.68 ده سي طبعا /30 عن طريق فصل ايثرنت 0/0، وكذلك يقدر يروح لايه؟ ل 10.0.0.64/30 عن طريق فصل ايثرنت 0/1. طيب راوتر 3 يقدر يروح ل عنده برضه 2 دايركتلي نتورك، 2 دايركتلي كونكتد نتوركس متصلين عليه اللي هي 10.0.0.32/27 عن طريق ايه؟ فصل ايثرنت 0/0، وكذلك 10.0.60 اوكي .0.64/27 عن طريق فصل ايثرنت كام بقى؟ 0/1. عظيم. حلو. طيب ده الديفولت راوتنج تيبل. طيب يا جماعه لو انا هشغل دايناميك راوتنج، حلو كده، فانا هروح الى راوتر 1. خلي بالكم بقى اللي هيحصل كالاتي. عظيم. خلي بالكم من ايه؟ من اللي هيحصل كالاتي. هروح لراوتر 1 تمام، وهقول له مثلا نتورك اوكي، يعني هو امر بس بيتكتب تحت حاجه اسمها راوتر او اس بي اف 1 او راوتر اي جي ار بي، بس انا عايزك تركز بس في السطر ده تمام، لان السطر ده يعني اي دايناميك راوتنج تشتغل عليه سواء او اس بي اف ريب اي جي ار بي السطر ده ثابت معاك تمام. فراوتر 1 حلو، هقول له نتورك 10.0.0.0 تمام /27، واقول له نقف لحد هنا، خليها مثلا 10.0.0.68. حلو. معنى السطر ده ايه عند راوتر 1؟ راوتر 1 معنى السطر ده اللي انا بقول له اعلن عن اتصالك بهذه النتورك تمام، وفي اتجاهها. يعني طلع الاعلان منين؟ يعني طلع الاعلان في اتجاه النتورك دي. هي النتورك دي اكوردنج للراوتنج تيبل
متصله بايه؟ فصل 3 سلاش 1. يبقى يطلع الابديت عن طريق فصل 3 سلاش 1. طبعا الابديت هيوصل لراوتر 2. راوتر 1 هيقول ايه؟ هيقول في الرساله اللي هتروح لراوتر 2 انا متصل ب 10.0.0.68/27. عظيم؟ طيب كلام جميل. راوتر 2 هيبص في الراوتنج تيبل بتاعته هيقول ايه ده؟ يا راوتر 1 ده انت عمال تقول لي انا متصل ب 10.0.0.68، طب ما انا عارف، ما انا متصل اصلا كده كده ب 68. حلو؟ طيب هقول سطر تاني الراوتر 1. اوكي؟ انا بصوا يا جماعه من الاخر انا عايز مثلا البي سي ده يوصل لايه؟ للسيرفر ده مثلا يعني. اوكي؟ طيب يعني فانا محتاج اربط الايه؟ التو نتوركس دول مع بعض. اوكي؟ طيب فهقول الراوتر 1 نتورك 10.0.0/27. معنى ان دخلت السطرين دول يعني الراوتر هيعلن عن التو نتوركس في الاتجاه بتاع كل شبكه. تاني هيعلن عن الشبكتين في اتجاه كل شبكه. يعني هيروح هنا لراوتر 2 وهيقول له، هيبعت له ابديت او هيبعت له فيما يسمى بالهلو. تمام؟ hello message، hello router 2 I'm connected to 10.0.0.68 and 10.0.0.0. عظيم. فراوتر 2 هيقول ايه ده؟ يا راوتر 1 انت بتقول لي انك متصل ب 10.0.0.86، طب ما كده كده عندي، انا اسف 68 ما كده كده عندي، لكن انت بتقول لي انك متصل ب 10.0.0.0/27. اوه لا يا راوتر 1 النتورك دي جديده عليا، انا هضيفها عندي. فراوتر 2 يضيف في الراوتنج تيبل ان هو يقدر يروح ل 10.0.0/27 عن طريق الاي بي اللي هو بتاع راوتر 1 اللي هو 10.0.0.69 اللي هو الاي بي اللي مع راوتر 2 في نفس الايه الوان لينك. ها طبعا هيحط جنبها اكس، هي مش ايه، هي مش اكس حرفيا، اكس دي متغير يعني، ممكن يحط او لو انت هتستعمل دايناميك راوتنج بروتوكول او اس بي اف، او ار لو انت هتستعمل الريب، او اي اي جي ار بي لو انت هتستعمل او اسف هيحط اي لو انت هتستعمل انا اسف دي لو انت هتستعمل اي اي جي ار بي. تمام؟ يعني ار لو انت هتستعمل ريب، او لو انت هتستعمل اس بي اف، دي لو انت هتستعمل اي اي جي ار بي. عظيم. طيب راوتر 2 هروح برضو ادخل عنده برضو سطرين مشابهين لذلك واقول للراوتر 2 يا راوتر 2 نتورك تمام 10.0.0.cam.68 برضو سلاش 27 وكذلك نتورك 10.0.0.64/27. قبل ما اتكلم في ان لو دخلت الامرين دول على راوتر 2 تمام، لو انا رحت الراوتر 1 ودخلت الامرين دول انا قلت لك هيعلن عن التو نتوركس في اتجاهاتهم، يعني هيروح في الاتجاه ده وهيطلع ان هو متصل ب 10.0.0.68 و10.0.0.0 وكذلك هيروح في الاتجاه اللان اتجاه الانترنال. تمام؟ لعشان كده انا هديك امر اسمه الباسيف انترفيس بحيث ان انت تقفل الابديت على او تقفل ان راوتر 1 انت مش هتحتاج يعني هنا في لان في اجهزه كمبيوتر. ايه فايده ان انا راوتر 1 يروح يبعت مسج جوه يقول ان انا متصل بنتورك كذا ونتورك كذا؟ ممكن يكون في هاكر متصل، ده ممكن يكون هاكر تمام ويسيميليت نفسه كراوتر مع راوتر 1 تمام ويقنع راوتر 1 ان لو انت مثلا عايز تروح للانترنت او عايز تروح للنتورك معينه روح عن طريقي. اوكي؟ فراوتر 1 هينقل الحمل كله على الايه؟ اي حاجه هيبعتها للجهاز ده. تمام؟ وبالتالي كل الداتا هتعدي على البي سي. anyway عشان كده احنا يعني انا بكلمك بشويه حاجات انهانسد هناخدها قدام، ولكن الفكره الكونسبت المهم ان طالما دخلت الامرين دول الراوتر هيعلن مره هنا اعلانين او من الاخر هيعلن هنا عن التو نتوركس ويعلن برضه في الاتجاه ده عن ايه؟ التو نتوركس، لان ده في اتجاه 10.0.0.0 اتجاه الشمال، اتجاه اليمين 10.0.0.68. simultaneously يعني بنفس القصه تمام راوتر 2 هدخل فيه التو كومنتس دول. اوكي؟ فبرضه هيعلن عن تمام، مش هيقول بقى في اتجاه راوتر 3 انا متصل ب 10.0.0.68 بس، لا ده هيقول لراوتر 3 انا متصل، لو انا قلت له بقى ايه روح في ايه نتورك 10.0.0.68 تمام 68 تمام 68 اللي هو في اتجاه راوتر 1، هيروح لراوتر 1 راوتر 2 هيروح لراوتر 1 ويقول له راوتر 1 انا متصل تمام ب 10.0.0.68 اوكي تمام وكذلك ب 10.0.0.64 وكذلك ب 10.0.0.0 وده طبعا عن طريقك يا راوتر 1.
راوتر 1 اما يبص فيه 10.0.0.68 يقول ايه ده؟ يا راوتر 2 انت بتقول لي انك متصل ب 10.0.0.68 هي كده كده عندي. انت بتقول لي متصل ب 10.0.0.0 انت كده هي كده كده عندي. انت بتقول لي انك متصل ب 10.0.0.64 ما انا مش انا دخلت التو كومنز. لو انا ما كنتش دخلت الكومند ده اوكي كان راوتر 2 هيروح لراوتر 1 يقول له انا متصل ب 10.0.0.68 تمام وكذلك 10.0.0.0 لكن مش هيقول له 64 لان انا ما كتبتش هنا الايه ال 64 عندي تمام. طيب كلام جميل. فكذلك راوتر 1 يقول ايه ده ايه ده ايه ده راوتر 2 انت بتقول لي انك متصل ب 10.0.0.64 حلو هضيف عندها عندي 10.0.0.64 بير راوتنج تيبل سلاش 7 سلاش 30 عن طريقك انت يا راوتر 2 اللي انت الاي بي بتاعك 10.0.0.70 تمام حط جنبها اكس تمام عظيم. راوتر 2 هيروح الى ايه الى راوتر 3 تمام. ما انا خلي بالك انا دخلت التو كومنز فهيعلن عن التو نتوركس تمام هيعلن عن ايه التو نتوركس بالاضافه الى النتوركس يعني راوتر 2 اما دخل الاثنين دول هيعلن عن النتورك دي ودي بالاضافه الى النتوركس اللي عرفها ثرو دايناميك راوتنج بروتوكول في الراوتنج تيبل. خدت بالك يعني من الاخر راوتر 2 لو عنده مثلا 4 نتوركس دايركتلي كونكتد تمام واثنين دايناميك فانا لو اعلنت عن كتبت يعني هو عنده ايه 4 دايركتلي كونكتد واثنين دايناميك حلو وانا في الاعلان كتبت نتورك 1 تمام ونتورك 2 حلو ففي اتجاه نتورك 1 واتجاه نتورك 2 هيعلن عن 1 و2 يبقى نت 2 نتوركس من الدايركتلي كونكتد دول وكذلك هيعلن عن ال 2 نتوركس اللي عرفهم ثرو دايناميك هيبقى عندي 2 دايركتلي نتوركس انا ما اعلنتش عنهم مش هيعلن عنهم اصلا ولا هيعلن في اتجاههم. يا جماعه اما تدخل امر النتورك ده تمام انا يعني السطر ده معناه ان بقول للراوتر اعلن عن النتورك دي تمام وكذلك في اتجاهها تمام وكذلك ايه في اتجاهها تمام وكذلك هيعلن عن الدايناميك راوتنج اللي عرفه يعني الدايناميك راوتنج الراوتس او دايناميك راوتس اللي عرفها في الراوتنج تيبل بتاعته. طيب نكمل الايه الفكره هيروح لراوتر 2 راوتر 2 هيروح لراوتر 3 راوتر 3 راوتر 2 هيروح لراوتر 3 يقول له ايه راوتر 2 هيقول له انا متصل 10.0.0.68 وكذلك 64 وكذلك انا متصل ب 10.0.0.0 فراوتر 3 يقول له انا ال 68 ال 64 انا عارفها انا ايه عارفها تمام ولكن انت بتقول لي يا راوتر 2 انك متصل ب 68 و 0 و 10.0.0.0 هل دي موجوده عند راوتر 3 في الراوتنج تيبل؟ لا فهيضيف الاثنين دول اللي هو عارف هيعرف يوصل 10.0.0.68 سلاش 7 سلاش 30 عن طريق ايه 10.0.0.65 اللي هو الاي بي بتاع ايه راوتر 2 في الوان لينك بتاعت راوتر 3 وكذلك راوتر 2 هيضيف راوتر 3 هيضيف عنده في الراوتنج تيبل اللي هو يعرف يروح ل 10.0.0.0/27 عن طريق مين عن طريق الاي بي بتاع راوتر 2 اللي في نفس الوان لينك بتاعت راوتر 3 اللي هو 10.0.0.65 عظيم جدا تمام عظيم. طيب حلو قوي ده اما دخلت التو كومنز دول عند راوتر 1 وكذلك التو كومنز دول عند راوتر عند راوتر ايه 2 طيب هروح الى ايه راوتر 3 وادخل برضو امر عند راوتر 3 اقول له ايه نتورك ممكن نكتبه هنا في الحته اللي فوق اوكي هروح لراوتر 3 واقول له ايه نتورك 10.0.0.32/27 وبرضو امر تاني نتورك 10.0.0 بصوا يا جماعه لو انا مثلا ما كتبتش السطر ده كتبت السطر اللي فوق بس ما كتبتش اللي تحت تمام فراوتر 3 هيطلع اعلان جوه تمام هيقول لجوه انا متصل ب 10.0.0.32 تمام ومتصل بايه بال 68 و 10.0.0.0 هل هيعلن عن ال 64 الاجابه لا لان انا ما حطيتهاش هنا ها يعني انت هنا هتقول يا باشمهندس ادي الجمل وادي الجمال ادي الراوتنج تيبل وادي السطر اللي انا دخلته قول لي بقى بالراحه راوتر 3 هيعمل ايه انت دخلت الايه السطر ده السطر ده انت بتكتب فيه شبكه متصله مباشره على الراوتر صح ولا لا هتقول لي صح طيب فالراوتر هيطلع اعلان في الانترفيس اوت الانترفيس المتصله من الراوتر 3 على الشبكه دي
وهيقول فيها انه متصل بالشبكه دي وكذلك اي شبكه عارفها ثرو دايناميك راوتنج بروتوكول. هيقول متصل بالشبكه دي واي شبكه عارفها عن طريق اي دايناميك راوتنج بروتوكول. هل انا قلت لك دلوقتي هيعلن عن كذلك اي شبكه الشبكات التانية المتصل عليها دايركتلي؟ لا، طالما ما كتبتهاش، ما انا يا جماعه ما بكتبش في السطور دي الا الشبكات المتصله دايركتلي، صح ولا لا؟ في كل راوتر تمام. فانا طالما ما اعلنش عن شبكه دايركتلي متصل عليه ال 64 فمش هيعلن عنها في اتجاه ال 10.0.0.32، لا هيعلن عن 10.0.0.32 تمام، وكذلك يعني ان هو متصل بال 68 وال 0. ليه 10.0.0.0؟ ليه؟ لانه عارفها دايناميكلي ثرو راوتر 2. طيب هقول بقى الراوتر 3 ان انا متصل ب 10.0.0.0 تمام سلاش 27. لا انا اسف، دوت 64، 10.0.0.64 سلاش 27. فهيطلع هنا بقى اعلان تمام هنا وهيطلع هنا، ماليش دعوه باللي جوه، فانا يعني اللي هقوله واللي هيعلن عنه بره هو اللي هيعلن عنه جوه. هيقول راوتر 2 راوتر سي، هيروح للراوتر 2 يقول له ايه؟ انا متصل ب 2 انا متصل ب 10.0.0.64. فراوتر 2 هيقول له طب ما انا عارف، ما انا 10.0.0.64 اصلا يا راوتر 2 يا 3 يا راوتر 3 انا كده كده متصل عليك مباشره معاها. طيب راوتر 3 هيقول له ماشي يا راوتر 2 انا متصل ب 10.0.0.68 دايناميكلي، عرفتها دايناميكلي. فراوتر 2 هيقول له طب ما انا 10.0.0.68 متصل عليها مباشره بس من الناحيه الثانيه يا راوتر 3. طب راوتر 3 هيقول له ماشي يا راوتر 2 انا متصل ب 10.0.0.0 دايناميكلي. راوتر 2 هيقول له يا راوتر 3 ما انا اصلا 10.0.0.0 عارفها دايناميكلي ثرو ايه؟ راوتر 1. طيب فراوتر 3 هيقول له طيب يا راوتر 2 انا متصل ب 10.0.0.32. راوتر 2 هيقوم باصص على الايه؟ الراوتنج تيبل بتاعته، هل موجود فيها 10.0.0.32؟ لا. فهيقول اذا انا اقدر اروح ل 10.0.0.32/27 عن طريق 10.0.0.66 اللي هو الاي بي بتاع مين؟ راوتر 3. يعني راوتر 2 هيقول ان انا اقدر اروح للشبكه دي عن طريق الايه؟ الاي بي بتاع راوتر 3. عظيم. طيب راوتر 2 اما عرف ازاي يوصل للشبكه دي تمام، ولاني مقايل له طلع اعلانات الشبكات الدايركتلي اللي اعلنت عنها هنا بالاضافه الى الدايناميك، فهو عارف نتورك دايناميك جديده 10.0.0.32 هيروح يبلغ بيها مين؟ راوتر 1. فراوتر 2 هيقول له راوتر 1 خلي بالك يا راوتر 1 ده انا عارف، ده انا بقيت متصل او بقدر بقيت اقدر اوصل ل 10.0.0.32. فراوتر 1 هيبص في الراوتنج تيبل يلاقي ان هي مش متصله عنده فيقوم ضايفها عنده، ان انا اقدر اروح 10.0.0.32/27 بس عن طريق مين؟ الاي بي بتاع راوتر 3؟ لا، عن طريقك انت يا راوتر 2 اللي هو 10.0.0.70. انا عارف الموضوع ممكن ايه يعني يلخبطكم شويه تمام، بس دي الحقيقه، ده الراوتنج تيبل، ده الدايناميك راوتنج تيبل، ده الكونسبتس اللي بيستند عليه الايه؟ الراوتنج تيبل. طيب تعالوا ننتقل الى الايه بعض برضو الملحوظات يا جماعه. بصوا يعني قبل ايه ما انتقل الى الجدول، خلي بالكو ان بعد ما الدنيا تبقى ستيبل والراوتنج تيبل يتبني عند كل راوتر تمام، الراوترات بتبعت دايما بتريفرش على الراوترات التانية. يعني خلي بالك الراوتر 1 عارف ايه نتوركس 2 دايناميك نتوركس عن طريق مين؟ راوتر 2. فراوتر 1 بيعتبر ان راوتر 2 ده الايه؟ النيبور بتاعه، يعني جاره. راوتر 2 بيعتبر ان راوتر 1 وراوتر 3 ان تو نيبرز بتوعه، يعني جيرانه. راوتر 3 بيعتبر راوتر 2 اند راوتر 1 النيبرز بتوعه، جيرانه. فانا عشان اقدر راوتر 1 يقدر يحافظ على جاره ويقدر يعرف هو مش ممكن الكيبل ما بين راوتر 2 وراوتر 3 يعطل تمام. فبالتالي البي سي ده لو عايز يروح ل 10.0.0.32 هيبعت لراوتر 1، راوتر 1 هيقوم طالع راوتر 2، راوتر 2 هيقول سوري. فكل شويه البي سي عايز يبعت راوتر 1 هيفرد راوتر 2، راوتر 2 هيقول سوري تمام. فانا محتاج لو الشبكه دي مثلا قطعت او النتورك دي بقت داون محتاج اعرف راوتر 1. راوتر 1 بيعرف ازاي او راوترات بتعرف ازاي اي ابديت جديد بيحصل في توصيلات الشبكات اللي هم حطوها عندهم اوريدي في راوتنج تيبل؟ ده عن طريق ان هم بيبعتوا لبعضهم كل فتره زمنيه معينه ما يسمى بالهلو، الهلو مسج او الهلو باكت. يعني مثلا ده على حسب الدايناميك الدايناميك راوتنج بروتوكول اللي انت بتستعمله. لو هتستعمل مثلا او اس بي اف، لو اس بي اف الراوتر بيبعت هلو كل 10 سكندز، فراوتر 1 عمال يبعت هلو تمام بالاعلان الاعلانات بتاعته
يعني الهالو دي فيها ايه؟ فاكرين لما قلت في الاول اما ضفت التو نتوركس دول، راوتر 1 راح لراوتر 2 قول راوتر 2 متصل بكذا وكذا وكذا، هيفضل يقول لراوتر 2 انا فعلا انا متصل بكذا وكذا وكذا كل فتره زمنيه 10 ثواني، تمام؟ راوتر 1 2 هيستفاد بالهلو في اول مره، لكن بتاني مره طالما الموضوع ستيبل عند راوتر 1 ايه مش هيستفاد بحاجه، ولكن راوتر 2 كل شويه ما تجيله الهلو كل 10 ثواني من راوتر 1، من راوتر 1 بيقول له انا متصل بالشبكه كذا وكذا، ونفس الرساله بتيجي لراوتر 2 كل 10 ثواني، فراوتر 2 بقى مطمن ان راوتر 1 موجود. وكذلك راوتر 1 لما يستقبل هلو من راوتر 2 انا راوتر 2 يقول له راوتر 1 متصل ب 1 2 3، فراوتر 1 هيستفاد من المسج في اول مره ما يجي يبني الراوتنج تيبل، لكن هو بناه راوتر 2 يفضل يبعت له مره ثانيه كل 10 ثواني، ده لو شغلت مثلا او اس بي اف، فراوتر 1 برضه هيتاكد من الكيب الايف، يعني هيتاكد من ان راوتر 2 الايف معاه، يعني شغال اب راننج معاه، تمام؟ وده الايه يعني في الهلو مثلا في الاو اس بي اف بيبقى كل ايه 10 ثواني. طب افرض مفيش هلو جت من راوتر 2 لراوتر 1 بعد مرور 10 ثواني، راوتر 1 هل هيعتبر راوتر 2 داون؟ لا مش هيعتبره داون، هيستنى 40 ثانيه، يعني راوتر 1 لو ما استلمش هلو من راوتر 2 هيستنى 40 ثانيه. طب لو ال 40 ثانيه عدوا راوتر 1 هيلغي ما بني عنده في الراوتنج تيبل من راوتر 2، يعني راوتر 1 عرف التو نتوركس دول من عن طريق مين؟ راوتر 2 صح ولا لا؟ هيقوم طالما ما استلمش الهلو من راوتر 2 خلال 40 ثانيه هيشيل دول من عنده من الراوتنج تيبل. عظيم. طب افرض مثلا ان النتورك 10.0.0.32 بقت داون، فراوتر 2 هيبعت راوتر 3 هيبعت ابديت الى راوتر 2 يقول له راوتر 2 في الهلو انا متصل ب 10.0.0.64 بس only and only 10.0.0.64/30، تمام؟ هل هيقول لراوتر 2 متصل ب 10.0.0.32؟ لا مش هيقول له، فراوتر 2 هيستنى على راوتر 3 40 ثانيه برضه، لو مفيش هيقوم لاغي 10.0.0.32 من الراوتنج تيبل، فهيبعت الهلو لراوتر 1 تمام ناقصه الايه الشبكه دي، فراوتر 1 هيقول ايه ده انت راوتر 2 متعود دايما تبعت لي الايه الشبكه دي ودي ودي ودي، ولكن انا بقيت انت تبعت لي دلوقتي ثلاث شبكات منهم شبكه دايناميك تمام، ولكن فين الشبكه دي؟ فراوتر 1 برضه هيستنى 40 ثانيه على راوتر 2، لو راوتر 2 ما بعتش اعلان عن الشبكه دي راوتر 1 هيعتبر الشبكه دي برضه ديد عنده. فاهمين الكونسبت يا جماعه شغال ازاي في الايه في الراوتنج في الدايناميك راوتنج تيبل؟ فالقصه في الدايناميك راوتنج تيبل معتمده على ان انا كل راوتر بقول اعلن عن النتوركس دي في اتجاه النتوركس دي تمام؟ واعلن يعني اما اقول له اعلن عن 10.0.0.68 ما اقصدش دي حرفيا، لا اقصد ان اعلن عن النتورك دي تمام وفي اتجاهها، وكذلك اي دايناميك راوتنج اي دايناميك راوتس انت عارفها يعني تمام، يعني دي متصله بمين؟ فاصل 0.0/1، فطلع فاصل 0.0/1 انك متصل بالنتورك دي وكذلك اي دايناميك نتورك عندك تمام. طب دخلت السطر الثاني يبقى اعلن في اتجاه النتورك دي عن النتورك دي والنتورك الدايركتلي دي وكذلك اي دايناميك راوتنج تيبل عندك، واعلن في اتجاه النتورك اللي تحت دي تمام لو فصلت 0.0 في اتجاهها وكذلك اي دايناميك راوتنج اي دايناميك راوت عندك وهكذا تمام. يعني اتمنى الايه الجزئيه دي تكون معلومه تمام. فايده الدايناميك راوتنج طبعا بيفيدك جدا 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 في الايه اللارج نتوركس تمام. كذلك الراوتر ممكن يعني يختار افضل مسار ليه، ده عن طريق بقى كونسبت مهم جدا هناخده قدام اسمه المتريك. يعني افرض مثلا بي سي 1 مثلا عايز يروح الى السيرفر ده اوكي تمام، فراوتر ده راوتر 1 ده راوتر 2 ده راوتر 3 راوتر 4، ممكن الراوتر 1 يروح عن طريق الايه ال 2 3 راوترز اللي هو راوتر 2 راوتر 3 راوتر 4، او ممكن يروح عن طريق مين؟ راوتر 5 وراوتر 5 متصل مباشره براوتر 4 تمام. تفتكروا يا جماعه ايه افضل مسار راوتر 1؟ يعني دلوقتي الباكت عايزه تروح من البي سي الى الايه السيرفر، طبعا قصاد راوتر 1 طريقين ممكن ده او ممكن ايه ده، بس تفتكروا بمجرد النظر باعتبار ان كل لينك ما بين 2 راوترز مثلا 1 بينج بت بير سكند تمام، فتفتكروا ايه افضل مسار؟ افضل مسار هو المسار اللي تحت لان هو عدي على 2 لينكس
بس، لكن فوق هيعدي على 3 لينكس، هيعدي على ثلاث يعني ايه ثلاث ثلاث ايه ثلاث طرق ثلاث مسارات، لكن هو تحت هيعدي على مسار واحد بس، مسارين ولا ايه يعني، مره على راوتر 5 مره من راوتر 5 راوتر 4 تمام. لكن فبالتالي في الديناميك راوتنج تقدر ايه الراوتر يختار تمام، وطبعا ده برضو بيبقى بناء يعني يقدر يختار افضل مسار بناء على الديناميك راوتنج اللي انت هتعمله. خلي بالك احنا بنتكلم في حاجه ستاندرد تمام، يعني بناء على الديناميك راوتنج اللي انت هتعمله هيتحدد بقى راوتر 1 يختار افضل مسار عن طريق ايه. يعني مثلا الريب ليه مترك، ده اسمه مترك اللي هو معيار في اختيار افضل مسار تمام. المترك بتاعت الريب غير الاوش بي اف غير الاي جي ار بي غير البي جي بي والقصه دي كلها تمام. فدي برضو ميزه من مميزات الايه الديناميك راوتنج بروتوكول ما يقدرش يعملها الايه الاستاتيك راوت تمام. طيب فهتقول يا باشمهندس اذا طب انا الديناميك راوتنج ايه مشكله يعني ايه بقى لازمته؟ ما انا ممكن استغنى عن الاستاتيك اسف الاستاتيك راوت ايه لازمته؟ ما انا ممكن استغنى عن الاستاتيك راوت. لا في ملحوظه، في ايه في ملحوظه تمام. في حاجه اسمها الديفولت الديفولت ستاتيك راوت يا جماعه، او بيسموه لاست ريزورت راوت. ده بيحصل عندك في الايه الراوتر المتصل عندك بالايه بالانترنت. واضح؟ لو انت البي سي بتاعك مثلا انت عندك النتورك دي 192.168.1. دي النتورك دي 10.0/1.0/24 ده دوت 1. البي سي عندك ماخد مثلا دوت 5 تمام. ده الانترنت. افترض ان في الاي اس بي في راوتر عند الاي اس بي تمام، نسميه اي اس بي داش ار، والوان لينك اللي ما بين الاي اس بي والراوتر بتاعك اللي هو مثلا راوتر 1 هنقول مثلا 11 ده بابليك اي بي دوت 10.10.11.0.0.0/30. فافترض ان راوتر 1 مثلا هنا واخد بوينت 2، ده واخد بوينت 2 واخد بوينت 1 والاي اس بي راوتر واخد بوينت 2 تمام. البي سي ده اما يجي يطلع يعني راوتر 1 باي ديفولت في الراوتنج تيبل مخزن عنده اللي هو يقدر يروح النتورك دي عن طريق دي مثلا فاست ايثرن ايثرنت 0.0 او ويقدر يروح ل 11.0.0 عن طريق فاست ايثرنت ايه 0/1. طب كلام جميل، ده باي ديفولت في الراوتنج تيبل عند ايه راوتر 1. طب كلام جميل، طب البي سي ده لو عايز يطلع لجوجل، عايز يطلع لفيسبوك، عايز يطلع لاي بي هات راوتر 1 ما يعرفش عنها حاجه، هل انا هقدر اعمل دايناميك راوتنج ما بين راوتر 1 وراوتر 2؟ ممكن، بس يا جماعه راوتر الاي اس بي راوتر اما يجي يقول يبلغ يعني الاي اس بي راوتر اللي عند الاي اس بي ده راوتر ذو امكانيات هائله، ذو امكانيات من البروسيسور والرام والقصه دي هائله، يقدر يستحمل يعني مسجل عنده ملايين النتوركس اللي بتربط الانترنت، مش ملايين كمان مليارات النتوركس اللي بتربط الانترنت تمام. فلو فتحت دايناميك راوتنج ما بين الاي اس بي راوتر والراوتر 1 فبالتالي الاي اس بي راوتر هيرمي كل الدايناميك نتوركس اللي عرفها عن طريق الانترنت على راوتر 1. الراوتر اللي عندك في البيت او حتى في الشركه دي انتربرايز راوترز، دي مش اي اس بي راوترز تمام. يعني راوترات الاي اس بي راوترات عملاقه، راوترات عملاقه في الامكانيات، مش بتكلم في الحجم، بتكلم في الامكانيات تمام. فالراوتر الانتربرايز اللي عندك او الراوتر الهوم يوز اللي عندك ما يستحملش كل النتوركس يحطها عنده في الراوتنج تيبل. اصل الراوتنج تيبل يا جماعه ده بيتسيف على الرام تمام، بايه بيتسيف على الرام اوكي. فما اقدرش اعمل دايناميك راوتنج هنا اوكي. طب ايه افضل حل؟ اعمل استاتيك. هتقول لي يا باشمهندس ازاي يعني هروح الراوتر 1 واقول له لو انت عايز تروح النتورك كذا روح عن طريق الاي بي 11.0.0.2 وعايز تروح النتورك كذا. طب انا عندي مليارات نتوركس، مليارات النتوركس تمام. هقول له بقى راوتر 1 انت عايز تروح النتورك كذا تروح عن طريق 11.0.0.2 نتورك 2 11.0.0.2 نتورك 3، ده انا عندي مليارات تمام. لا انا ممكن اعمل ديفولت ستاتيك راوت. هقول لراوتر 1 اي بي راوت لو انت عايز تروح لاربع اصفار سبيس اربع اصفار تمام روح الى 11.0.0.2 تمام. معناه ايه الاربع اصفار دي والاربع اصفار دي؟ يعني كاني بقول لراوتر 1 لو عندك باكت رايح على ديستنيشن نتورك مش موجوده عندك في الاي بي في الراوتنج تيبل تمام، يعني انت ما تعرفش توصل لها يا راوتر 1 اي يعني باكت رايح على ديستنيشن اي بي والديستنيشن اي بي ده موجود في شبكه انت مش عارف توصل له، يعني مش موجود عندك في الراوتنج تيبل، ودي الباكت دي على مين؟ الراوتر الاي بي بتاع 11.0.0.2. فانت عايز تطلع لجوجل هتطلع عن طريق 11.0.0.2. اي اي بي بقى اي اي بي مش موجود في الراوتنج تيبل عندك يطلع لمين؟ يطلع الى الاي اس بي راوتر. عظيم. طيب كلام جميل. فده الديفولت ستاتيك راوت انا ما اقدرش اعمله بالديناميك راوت، لازم اعمله بالايه بالستاتيك راوت تمام. عشان كده في مميزات في الاستاتيك مش موجوده في الديناميك والعكس.
كذلك الاستاتيك مش بيرهق الرام والبروسيسور، تمام؟ يعني لو كنت تخيلوا يا جماعه الراوتنج تيبل ده بيتسايب على الرام، فانا لو فصلت الكهرباء لو انا معتمد على دايناميك راوتنج بروتوكول، تمام، والراوتر عندي مخزن دايناميكلي مثلا 50 راوت، 50 شبكه يقدر يروح لها اندايركتلي، يعني 50 شبكه مخزنهم يقدر يروح لهم او سمع عنهم من راوترات تانية هو متصل بيها 50 شبكه. فانا لو قطعت الكهرباء عن راوتر 1 ووصلته مره تانية هيلود الشبكات دي مره تانية، هيعمل لها يعني ايه لود على الراوتنج تيبل ايه مره تانية. العمليه دي بتاخد بروسيسور بروسيس كتير، تمام. كذلك بيلود على الرام، لكل ما عدد النتوركس اللي يعرفها راوتر 1 كترت كل ما اللود اللي على السي بي يو كذلك على الرام زاد، صح ولا لا؟ فالديناميك راوت بيستهلك الديناميك راوتنج بيستهلك من الريسورسز بتاعت الايه الراوتر اكتر من الاستاتيك، تمام. الاستاتيك من يعني ده مميزاته زي ما انا قلت السبيد، لان الراوتر 1 بقى محدد خلاص ايه ده باكت مش عارف الاي بي مش عارف هو فين، هوب ودي على الراوتر ده، ايه ده مش عارف هو فين، هوب ودي، ما بيفكرش. اما لو دايناميك الراوتر بيفكر شويه، تمام. ليه؟ لانه ممكن مثلا لو باكت رايح على ديستنيشن اي بي وده موجود في ديستنيشن نتورك، ممكن الراوتر يروح النتورك دي عن طريق 3 4 مسارات، فبيعمل بروسيس معينه عشان يعرف ايه المسار اللي افضل مسار يروح عن طريقه، تمام. بيفك برضو في بروسيس بيستهلكها في انه كل فتره زمنيه بيرسل هلو، تمام، في فتره بيستهلكها في عشان يبروسيس كل هلو جايه له، يعني بيبروسيس بيعمل معالجه لكل هلو هو بيطلعها وكذلك كل هلو هو بيستقبلها من الراوترات الثانيه، تمام. كل ده بيلود على الايه الراوتر او ريسورسز بتاعه الراوتر الرام والسي بي يو بتاعته، تمام، لو استخدمت الدايناميك. اما الاستاتيك مفيش القصه دي، تمام. الاستاتيك عيبه خطير جدا، ان انت ممكن انت معتمد على يعني مشكله الاستاتيك في اللارج نتوركس في الكومبلكس في الكومبلكسيتي يعني ايه، كل ما تعقدت الشبكه كل ما الاوامر اللي انت الاستاتيك اللي انت تدخلها لكل راوتر من دول كتير، تمام. كذلك يعني العنصر البشري موجود في الموضوع ده، انت بنفسك بتحدد المسار، ما انت ممكن تغلط، تمام، وهتتسوح بقى. يعني ايه هتتسوح؟ يعني من الاخر لو انت عندك مثلا راوتر بيروح للراوتر بيروح للراوتر بيروح للراوتر بيروح للراوتر بيروح للراوتر، تمام، ولقيت هوب لقيت وعملتهم استاتيك وفرحان بقى انك عملتهم استاتيك، ولقيت البي سي مش بيكونكت على الايه السيرفر، اقعد بقى دور لي حلني بقى، دور لك كون الغلطه عند الراوتر ده او الراوتر ده او الراوتر ده او الراوتر ده او الراوتر ده، تمام. فلكن لو اعتمدت على الديناميك بيساعدك في عمليه التي شوت، لو عندك شبكه جهاز في الشبكه مش عارف يوصل لجهاز في الشبكه اخرى او من الاخر راوتر مش عارف يوصل لشبكه معينه، بالديناميك راوتنج ممكن تعمل تي شوت بمنتهى السهوله، تمام، او بسهوله اكتر بكتير من الايه من الاستاتيك. عظيم جدا الايه الكلام ده. فبالتالي ده الديسكربشن بقى راوترز ديديكيتد في الاستاتيك راوتنج. هنا راوترز ديديكيتد باي نتورك انجينير سو ات كان راوت ا باكت اون اتس واي تو اتس ديستنيشن نتورك. الادفانتجز مميزات ستابيليتي والسبيد عظيم. الديسادفانتج الهيومن فاكتور ديبندنس او اعتماده على العنصر البشري، الهيومن فاكتور ديبندنس اعتماده على العنصر البشري او العامل البشري، وكومبلكسيتي وذ لارج نتوركس تعقديه الايه او تعقد الاوامر اللي هتدخلها بالستاتيك راوت لو الشبكه عندك لارج او كبيره، تمام. الاكزامبلز في الستاتيك راوت طبعا نن، يعني هو الستاتيك راوت ده ستاتيك راوتنج ده ملوش بروتوكول، يعني هو بحد ذاته بروتوكول. الديناميك راوتنج router is educated by another one so it can route a packet on its way to its destination. طيب is educated by another A1 يعني الراوتر بيعرف ازاي يوصل نتورك عن طريق راوتر اخر، تمام. كل ما عليك بس ان انت بتروح لكل راوتر وتقول لكل راوتر اعلن عن النتوركس انت متصل عليها، تمام. تروح لكل راوتر من الراوترات المتصله مع بعض في الانفرا بتاعتك وتقول لكل راوتر اعلن عن النتورك اللي انت متصل على النتوركس اللي انت متصل عليها، وبالتالي هوب هتلاقي فجاه كل الراوترات ايه ربطت مع بعض بالكونسبت اللي انا شرحته لكم في الوايت شيت. مميزاته الايز اوف كونفيجريشن، سهوله الكونفيجريشن، فلكسبيليتي، المرونه معاك خصوصا في موضوع الباس سيلكت، ان هو الراوتر يقدر يفكر يختار لو زمه مثلا ثلاث مسارات ازاي يختار افضل مسار. طيب العيوب الديفايس فاكتور راندوم، يعني ممكن الراوتر يعني يا جماعه برضو انك تخلي دايما 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 كمهندس شبكات حط كونسبت في دماغك، تمام.
ان كل ما اعتمد الحته او الجزئيه اللي انت هتعملها كونفيجريشن كل ما اعتمد على العنصر البشري كل ما كانت اضمن، ولكن مخاطرها في الاخطاء اكتر. لكن تمام، كل ما اعتمدت على الجهاز في ان هو اللي يحدد، تمام، كل ما معدل ان الجهاز ممكن يهيس منك، تمام، ولكن المخاطر بتكون قليله لان الجهاز قلما بيخطأ، ولكن لو اخطأ ممكن يخطأ، يعني ممكن الجهاز يهيس منك، تمام. يعني ما يعني تخيلوا مثلا يا جماعه ان انا مثلا ممكن، اوكي، عندي شبكه كده، ممكن الواحد بس ايه يقول لي يعني ايه يا باشمهندس الجهاز ممكن يغلط. يعني بص اهو مثال اهو، اوكي، نتورك 1 ودي نتورك 2، جهاز عندي في شبكه 2 عايز يروح لجهاز في شبكه 1، تمام. فراوتر 1 ممكن يروح المسار ده او المسار ده، بس انا ممكن انا على الراوتر ده، حلو، حطيت بوليسي ان لاي داتا على الراوتر ده هقول له اي داتا جايه من الاي بي ده، اي بي في الشبكه دي الى اي بي في الشبكه دي، امنعها، تمام. وراوتر 1 مثلا، يعني تخيلوا انا جيت عملت ايه بوليسي على الراوتر ده، قلت له امنع الكونكشن اللي ما بين نتورك 2 ونتورك 1، فممكن راوتر 1 بالدايناميك راوتنج بروتوكول يشوف ان افضل مسار هو اللي تحت، تمام، وبالتالي هل هيحصل كونكشن؟ لا، مش هيحصل كونكشن، تمام. تمام، طيب، كلام جميل جدا. فهي دي الفكره، فهي دي الايه الفكره، ان انا يعني هنا هو دايناميك راوتنج، والراوتر اختار مسار، ولكن المسار ده في راوتر من دول قافل الكونكشن او تراسل البيانات ما بين نتورك 2 ونتورك 1، اوكي. فدي الفكره برضو. انا بحب اسميه الديفايس فاكتور راندوم، وكذلك الديفايس ريسورسز هاي يوتيلايزيشن، اعتماديته على استهلاك قدرات الجهاز من الرام والبروسيسور والقصه دي كلها. امثله من الديناميك راوتنج البي جي بي، الاي اي جي ار بي، لو اس بي اف، الاي اس اي اس، الريب، اكسترا، الايه والى اخره بقى، تمام. طيب، كلام جميل. زي ما واضح قدامنا هنا في السلايد دي، الديناميك راوتنج بروتوكولز، الريب راوتنج انفورميشن بروتوكول، اي جي ار بي انتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول، لو اس بي اف اوبن شورتست باث فورورد، او يعني هي بعض، بصوا يا جماعه هو اسمه الرئيسي فيرست، يعني اوبن شورتست باث فيرست، لكن بعض المراجع بتسميها اوبن شورتست باث فورورد، اوكي. اي جي ار بي انهانسد انتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول، البي جي بي بوردر جيت واي راوتنج بروتوكول. طبعا انا احب اضيف حاجه ثانيه اللي هي الاي اس اي اس، ده برضو راوتنج بروتوكول. انت في السي سي ان اي هتدرس الريب، يعني هندرس مع بعض الريب والاو اس بي اف والاي اي جي ار بي ومقتطفات قشور من البي جي بي. في السي سي ام بي هتدرس برضو الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي والبي جي بي، هل والريب برضو، وهندرس الريب، تمام. في السي سي اي هندرس الريب برضو والاو اس بي اف، اما اكرر، اما يعني في سي سي ام بي هتاخد الاو اس بي اف والاي جي ار بي، ما انت خدته في سي سي ان اي، بس انت تاخده بتعمق اكتر، تمام. في سي سي اي برضه هندرس الريب بتعمق اكتر، تمام، الاو اس بي اف، الاي جي ار بي، البي جي بي بتعمق كبير جدا، وكذلك في سي سي اي هندرس الايه الاي اس اي اس. فانا بقول لك برضه ايه التراكات تقسيمتها تكون ازاي، سي سي ان اي هتدرس ريب، او اس بي اف، اي جي ار بي، قشور من البي جي بي، سي سي ام بي هتدرس ريب، او اس بي اف، اي جي ار بي، وبعض القشور الاضافيه برضه من بي جي بي، يعني انت سي سي ام بي برضه بتاخد قشور من البي جي بي. السي سي اي هندرس برضه ريب، او اس بي اف، اي جي ار بي، بي جي بي برضه، تمام، وكذلك هتدرس برضه الايه الاي اس اي اس. بصوا يا جماعه، اي راوتنج بروتوكول لو انا مثلا هستعمل ايه، هنبدا نتكلم عن الريب، تمام. احنا بنتكلم كمقتطفات، يعني احنا هنا هنتكلم كمقتطفات، لكن في بعد المحاضره اللي بعد الجايه هنبدا نخش مثلا في محاضره خاصه بالرب النظري بتاع الرب، بعدها بعد المحاضره اللي بعدها العملي بتاع الرب، وهكذا، تمام. فاحنا هنا بنتكلم بس ايه كمقارنات بسيطه فيما بين ايه الديناميك راوتنج بروتوكولز ومقتطفات في كل ايه راوتنج بروتوكول. طيب، نتكلم عن الرب. الرب الاول الهلو تايمر بتاعه كام؟ الهلو تايمر بتاع الرب هو 30 ثانية، تمام؟ أما الديد أو الداون الداون تايمر 90 ثانية، أوكي؟ يبقى ال 90 ثانية أهو. وكذلك المتريك بتاع الإيه الريب، أوكي؟ الهاب كاونت. طيب، تعالوا بقى إيه نفصص بعض الإيه الحاجات دي. بصوا يا جماعة، بمنتهى البساطة لو أنا عندي راوتر
اوكي متصل براوتر، اوكي متصل هنا براوتر تمام، وعندي هنا مثلا راوتر اوكي، والراوتر ده متصل براوتر كده رايح اهو عظيم، وعندي هنا بي سي وهنا سيرفر. طيب وده مثلا نتورك 1 ودي نتورك 2، فالراوتر ده تمام لو عايز يروح النتورك دي، وانا سطبت او عملت كونفيجر للراب على كل الراوترات اللي قصادي، مثلا ده راوتر 2 ده 1 ده راوتر 3 ده راوتر 4 ده راوتر 5، فكل راوتر بيبعت هلو كل 30 ثانيه. طيب لو راوتر 1 مثلا، يعني مثلا راوتر 1 بيستلم اعلان او هلو من راوتر 2 كل 30 ثانيه، بان راوتر 2 مثلا متصل بايه بنتورك 2، فعن طريق الهلو دي راوتر 1 بيكيب اب من نتورك 2 عن طريق الايه المسار اللي فوق تمام. افرض راوتر 2 ما بعتش الهلو، راوتر 1 ما بعتش الهلو متضمن جواها، يعني بعت الهلو ولكن مش متضمن جواها ايه نتورك 2 تمام، او بعت او ما بعتش هلو متضمنه نتورك 2، فراوتر 1 هيستنى 90 ثانيه، هيستنى راوتر 2 90 ثانيه، لو راوتر 2 ما اعلنش عن نتورك 2 هيعتبر نتورك 2 ديد ثرو راوتر 2 تمام. فراوتر 1 يقدر يروح نتورك دي عن طريق من اثنين اوكي. طيب ده الايه الهلو والديد. المتريك بقى، المتريك اللي هو ايه معيار اختيار افضل مسار، معيار اختيار افضل مسار. حلو السجع ده. راوتر 1 باستخدام المتريك بالريب، الريب بيقول ايه هاب كاونت، يعني الراوتر هيقول هاب كاونت، يعني ايه الهاب هنا يرمز، يعني يقصد بيه الراوتر تمام. يعني انا اقدر اروح نتورك 2 عن طريق مسار الابر الابر باث او المسار اللي فوق عن طريق 2 راوترز، الراوتر 1 يقدر يروح عن طريق راوتر 2 زائد راوتر 3، يعني كده عندي ايه الفيرست باث عندي 2 راوترز تمام. السكند باث عندي كام راوتر؟ 1 2 3 صح، يقدر يروح لايه ثلاث مسارات ثلاث راوترات عن طريق الايه المسار الايه الثاني او الداون باث. يختار اني واحد؟ يختار المسار اللي ليه مترك اقل، وده في اي دايناميك راوتنج بروتوكول، يعني قيمه المترك تمام، اي مسار قيمه المترك بتاعته الاقل هو اللي هو بالنسبه للراوتر هو الافضل مسار، فهياخد المسار الاولاني. هتقول لراوتر 1 ليه؟ يقول لك اصل انا بعدي على راوترين لكن تحت بعدي على ثلاث راوترات، فالوقت اللي هيمر من انطلاق الباكت من عندي الى السيرفر اللي في نتورك 2 هيكون في المسار اللي فوق اقل بكتير من الايه المسار اللي تحت. وجهه نظر برضو، ولكن يعيب الرب في المترك ده او في المتر، يعني يعيب الرب في اعتماده على العقليه دي او الميكانيزم ده في في المترك. ايه هو؟ افرض المسارات اللي فوق تمام، مثلا 10 ميجا بت بير سكند، ده مثلا 10 ميجا بت بير سكند وده 10 ميجا بت بير سكند. طب افرض بقى اللي تحت 10 جيجا بت بير سكند 10 جيجا بت بير سكند 10 جيجا بت بير سكند، تفتكروا ايه الافضل؟ ان هو يمشي عن طريق المسار للباندوتس بتاع التو لينكس بتوع 10، ولا اللي تحت اللي هو 10 جيجا 1 10 جيجا 1 10 جيجا؟ اكيد اللي تحت هيكون اسرع بكتير، ولكن لكن الرب مش بياخد الباندوتس معاه في المتريك، الايه الريب مش بياخد الباندوتس معاه في المتريك، فبالتالي ده عيب خطير جدا في الريب اللي هو لا ينظر الى الايه الباندوتس، ينظر الى الايه الهاب كاونت. طيب كلام جميل جدا. سيسكو بصت على الريب وقالت ان ده تيربل راوتنج بروتوكول، قالت ان ده، يعني سيسكو لما بصت على الريب قالت ان ده راوتنج بروتوكول فظيع جدا، يعني ايه اللي انا اعتمد على هاب كاونت وهم للباندوتس؟ فراحت سيسكو كريتت الاي جي ار بي الانتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول، ولكن لسوء الحظ من سيسكو دي كانت من ضمن الايه النقط السوداء في صفحتها الاي جي ار بي، لان راوتنج بروتوكول كان اسوأ من الريب. يعني يكفي ان انا اقول لكم ان الهلو بتاع الاي جي ار بي 90 ثانيه بدل 30 في الريب، والداون بتاعه 270، فطبعا القيمه دي القيم دي كبيره قوي، القيم دي ايه كبيره قوي تمام. وخلي بالكم يا جماعه، راوتر 1 لو بفرض ان هو يعتمد على المسار اللي فوق، انا برضو عايز انبهك ان قيمه الداون كل ما بقت اقل كل ما بقت احسن. ليه بقى؟ لان افرض راوتر 1 بيروح عن طريق راوتر 2 الى نتورك 2، طب افرض المسار اللي ما بين راوتر 3 او راوتر 2 قطع، فراوتر 2 مش هيعلن على عن نتورك 2 الى ايه راوتر 1، لان راوتر 2 مش هيقدر يروح لها اصلا، صح ولا لا؟ طيب كلام جميل. فراوتر 1 المفترض يعمل ايه؟ ينقل على المسار اللي تحت،
ده بقى ميزه الدايناميك راوتنج بروتوكولز، اللي اما بستعمل الدايناميك راوتنج، اللي هو لو مسار عنده عطل يقدر يروح ينقل على المسار الثاني. ولكن راوتر 1 هيعرف بعد قد ايه انه ما يقدرش يروح نتورك 2 من راوتر 2 بعد انتهاء قيمه الايه الداون تايمر، صح ولا لا؟ الداون تايم اللي هو 90 ثانيه، بقى يستنى راوتر 1 90 ثانيه لحد ما ينقل الى ايه، الى المسار اللي تحت. طبعا لو انت عندك، تخيل بقى عده تليفون بتكلم، عده تليفون على نتورك 1 بتكلم، عده تليفون على نتورك 2، حصل السيناريو ده، فده الكونكشن او الصوت هيقطع لمده 90 ثانيه لحد ما يرجع مره ثانيه، لحد ما راوتر 1 ينقل على ايه المسار اللي تحت، تمام. فكل ما قللت الداون تايمر، كل ما إيه الداون تايم، كل ما ايه الكفاءه بتاعت الريدندنسي او السرعه بتاعته بقت ايه، او النتورك كونفرجنس تايم، كونفرجنس اللي هو ايه، اللي هو التغطيه على حدوث مشكله، تمام، اللي هو ينقل من مسار لتاني للتاني. كل ما بقى النتورك كونفرجنس تايم اقل، كل ما بقى الريدندنسي تايم اعلى، او يعني ايه اقل برضو، يعني ايه الريدندنسي يحصل بسرعه، تمام. ولكن طبعا الداون تايم، الداون لو قل زياده عن اللزوم ممكن يسبب لك مشكله. ليه؟ لو انت مثلا قللت الهلو والايه والداون، لان انا خلي بالكم يا جماعه ان انا اقدر العب بالقيم دي، لو انا زودت او قللت الهلو والداون، ف يعني مثلا تعالوا نتكلم، لو انا زودت الهلو خليته مثلا 1 ملي سكند، فراوتر 2 هيقول نتورك 2، يعني تخيلوا هيبعت بسرعه جدا، تمام. فالكلام ده طبعا هيهلك الباندوتس بتاعت اللينك، اللينك هيبقى مسحوم قوي برسائل الهلو اللي عماله تروح من راوتر 2 لراوتر 1 لراوتر 1 لراوتر 2 لراوتر 2 لراوتر 3 لراوتر 3 لراوتر 2 وهكذا، تمام. الداون تايمر برضو لو قل مثلا خليته 1 سكند، فتخيل انا مثلا رحت بس شلت الكابل بتاع الايه النتورك وجيت حطيته مره ثانيه، يعني شلته لاي ظرف حبيت انقل مكان الراوتر في الركه بتاعته، تمام. فاول ما اشيل هوب هيقوم مسمع عند كل راوترات النتورك بقت داون، هيقوم مسمع انه بقى اب، فطبعا ده يعمل لي فليبنج ان هي اب اند داون اب اند داون اب اند داون، تمام. فطبعا مش من مصلحتي برضو ان انا اقلل الديد والهلو الى اقل من اللازم. طب ده الاي جي ار بي، ودي ملحوظه برضو قلناها في الهلو والديد تايمر والقصه دي. الاو اس بي اف بقى، الاو اس بي اف من الراوتنج بروتوكولز العظيمه. ايه العظيمه يعني؟ يعني من الاخر راوتنج بروتوكول تقيل، حلو، بصلك على الباندويتس. الهلو والديد بتاع الايه الاو اس بي اف، تمام، الهلو 10 ثواني، الديد 30 ثانيه، تمام. لاحظ ان انا بضرب في 3، بضرب قيمه الهلو في 3 يطلع لي الديد، زي برضو في الريب 30 ثانيه الهلو، ضربت في 3 اداني ايه 90، برضو الاي جي ار بي 90 ثانيه، ضربت في 3 270، برضو الاو اس بي اف نفس الكلام، 10 ثواني الهلو، الديد 3 اضعاف الهلو 30 ثانيه. طيب كلام جميل. المتريك بتاعت الايه الاو اس بي اف هي الكوست. كوست يعني ايه؟ الكوست دي معبر عن عمليه حسابيه بيعملها الراوتر في اختيار افضل مسار، اللي هو الايه، اللي هو ال100 بيقسم 100 على الباندويتس الميجا بت بير سكند. حلو، يعني ايه يا باشمهندس؟ من الاخر تعالى نتخيل ان انا عندي راوتر 1، اوكي، متصل براوتر نفس الايه التوبولوجي تقريبا، يعني ده راوتر 3 اهي السيرفر اهو، وده عندي نتورك 2، ده بي سي نتورك 1، وهنا اها افرض اهو كمان، تمام. طيب افرض ان سرعه كل لينك مثلا مثلا خليها 10 ميجا بت بير سكند، ده 10 ده 10 واللي تحت برضو ده 10 ده 10 ده 10 وده 10، عظيم. فهنا بقى عندي ايه، اللي فوق ده المسار الاولاني واللي تحت ده المسار الثاني، فالكوست بتاعت المسار الاولاني الكوست بتاعته هتبقى كام؟ راوتر 1 هيقول ان الكوست 100 على الباندويتس الميجا بت بير سكند، يعني 100 على 10 بكام؟ بقى ايه؟ ب 10، زائد 100 على 10 هنا بكام؟ ب 10، تمام؟ زائد 100 على زائد كام؟ لا مفيش زائد، خلاص هو مسارين اصلا، فده هيساوي كام بقى عندي؟ ده هيساوي 20، ده الكوست للمسار رقم 1. طب المسار رقم 2 10 زائد 10 زائد 10 يعني كام؟ 30، 10 زائد 10 زائد 10 بيساوي كام؟ 30. بيختار الايه؟ المتريك او المسار الكوست بتاعته اقل، اللي هو المسار الاولاني، فيقوم ناقل على طول على المسار الاولاني. طيب كلام جميل جدا. تعالى نتكلم عن السيناريو اللي الريب ما عرفش يحله،
افرض اللي تحت 100 وده 100 وده 100، فانا كده الكوست اللي تحت هيكون كام؟ هيكون 1 زائد 1 زائد 1 هيساوي كام؟ هيساوي 3. واللي فوق 20 لا، فراوتر 1 هيقوم ناقل على المسار اللي تحت، افضل مسار بالنسبه لي. ليه؟ الباندوث بتاعته اعلى من اللي فوق، تمام؟ او حاصل جمع الكوست على كل لينك في مساري الى نتورك 2 ثرو الداون راوترز اقل، تمام؟ طيب كلام جميل. ده الايه؟ الاو اس بي اف. طيب خلي بالكم قبل ما انتقل الى الاي اي جي ار بي، الدايناميك راوتينج بروتوكول، الدايناميك راوتينج بروتوكولز كل يعني تقريبا كلها بتدعم خاصيه الايه؟ اللود بالانس. يعني ايه؟ افرض مثلا راوتر 1 تمام عنده ده مثلا راوتر 2 ويقدر يروح برده هنا راوتر 3 تمام، وده مثلا راوتر 4 وراوتر 4 راوتر 3 تمام. طيب كلام جميل. ده نتورك 1 ودي نتورك 2. راوتر 1 لو مثلا او اس بي اف او حتى ريب، طب لو تخيلوا لو انا ريب، الريب الهاب كاونت كام؟ ادي 1 2 تمام 3، وبرده الداون باث كام؟ برده 1 2 3، فمتساويين. فراوتر 1 اما يجي هيعمل ايكوال لود بالانس على الايه؟ الداتا اللي هتتبعت، يعني هيبعت مره باكت هنا وباكت هنا باكت هنا وباكت هنا وهكذا، تمام؟ فدي طبعا ميزه يعني ايه كبيره جدا، ان الراوتر كده يعني انا كده هستعمل الايه؟ المسارين في نفس الوقت. طبعا ده ايه؟ هيساعدني في انتقال الداتا بصوره اسرع بكتير، تمام؟ ده بس ده في حاله الايه؟ ان المسارين متساويين في الايه؟ متساويين في المتريك. ده سواء انت بتشتغل على الريب او الاو اس بي اف مثلا، تمام؟ احنا عايزين بس ايه؟ مش هنتكلم عن اي جي ار بي، ده يعني اي جي ار بي ده ما يهمناش في الايه؟ في القصه دي، تمام؟ طيب والاو اس بي اف برضه لو الكوست برضه اللي فوق متساوي مع اللي تحت برضه يعمل ايه؟ ايكوال لود بالانس. طب افرض جالك بقى ايه؟ جالك سيناريو كالتالي، انا عندي مثلا راوتر 1 تمام متصل عندي براوتر 2 تمام، وعندي هنا متصل هنا براوتر 3 اوكي، ده مثلا راوتر 4 وده عندي نتورك حلو. ده مثلا لو راوتر 1 عايز يروح للنتورك 1 هتقول لي اعمل ايكوال لود بالانس. طب تمام. طب افرض ان ده 10 وده 10 ميجا بت بير سكند، واللي تحت 100 وده 100، تمام؟ هتقول لي ايه؟ لو او اس بي اف يعني هو لو ريب هيعمل ايكوال لود بالانس، تمام؟ طيب هو لو ريب هنا مش هيعمل ايكوال لود بالانس. ليه؟ لان السرعتين مش متساويين، تمام؟ الايه؟ السرعتين مش متساويين. هنا طبعا الراوتر هيلجا الى لو انا شغال ريب يعني هيعمل، طب هو هيختار انهي مسار من الاثنين؟ ما الاثنين اصلا الماكس انا اسف الهاب كاونت 2، تمام؟ يعني هو هنا الراوتر يعني ايه؟ على حسب الاي او اس، يعني في راوتر هيعتمد على انه هو يخرج عن طريق الانترفيس رقمها اقل او الاي بي اللي رقمه اقل، يعني هو بيقول ان انا اروح نتورك 1 ده مثلا عن طريق الاي بي بتاع راوتر 2 او راوتر 3، فالاي بي الاقل ينقل منه، او يعني في انا شفت بعيني راوترات بس مش سيسكو تمام بتعتمد على الاي بي الاعلى او الانترفيس الاعلى. اني anyway مش هيحصل لود بالانس لو انا شغال بريب، تمام؟ طب لو شغال بوسبيف مش اوسبيف اختار اللي تحت. طب كلام جميل. طب افرض انا عايز اعمل ان ايكوال لود بالانس، يعني مثلا طالما اللينك ده يقدر 10 اضعاف الايه اللينك اللي فوق، او طالما الكوست اللي تحت 10 اضعاف الايه اللي فوق، هو طبعا مش 10 اضعاف، يعني انا بتكلم في 100 على 100، 1 هنا 2 تمام، وهنا يعني انا اسف يعني هنا الباندوتس اللي تحت بتاع كل لينك هيكون 10 اضعاف اللي فوق، تمام؟ طب ايه رايك لو انا مثلا كل مثلا مثلا يعني كل 11 باكيت يبعت 10 تحت وواحد فوق، 10 تحت وواحد فوق، يعني عايز اعمل ان ايكوال لود بالانس. ما اقدرش اعمل ده بالريب ولا بالاو اس بي اف، اقدر اعمله بالاي اي جي ار بي انهانسد انتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول. سيسكو بقى حدثت الايه؟ استفادت من الايه؟ القلم اللي خدته في الاي جي ار بي، راحت عملت لك ما يسمى بالاي اي جي ار بي انهانسد، بقى انهانسد اي جي ار بي انهانسد انتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول. الاي جي ار بي يا جماعه مميز جدا، خلي بالك الريب والاو اس بي اف ده ستاندرد، يعني اي تريبل اي ستاندرد بروتوكولز، يعني تقدر تطبقه على يعني اي فيندور بيسبورت الريب والاو اس بي اف. اما الاي جي ار بي ده سيسكو بروبرايتري، يعني انا ما ينفعش راوتر اتش بي او راوتر جونيبر مع راوتر سيسكو اعمله بالاي جي ار بي، اعمل راوتنج ما بينهم اي جي ار بي، لا، لان راوتر اتش بي او راوتر جونيبر مش هيسبورت الاي جي ار بي،
الاي اي جي ار بي تمام. لكن لو انا عندي راوترز ستاندرد يعني او راوتر مالتي فيندرز اقدر يعني اعملها بقى او اس بي اف مع بعض او ريب تمام. لكن الاي اي جي ار بي ده اتس فروم سيسكو فور سيسكو تمام. طيب الاي اي جي ار بي ميزته سرعته تمام. يعني بعض الراوترات الاي اي جي ار بي الهلو بتاعته 5 سكندز تمام. طب المتريك بتاعت الاي اي جي ار بي بقى قد ايه؟ المتريك بتاعت الايه الاي اي جي ار بي قد ايه؟ خلي بالكم ان احنا هنا اتكلمنا عن المتريك والايه اللوب بالانس. المتريك بتاعت الاي اي جي ار بي معقده شويه. يعني الاي اي جي ار بي بيحسب حاجه اسمها الباندوتس بلس اللود. الباندوتس بتاعت اللينكات يحسب الباندوتس بتاعت كل ايه لينك في كل مسار. واللود يعني اللود ده اللي هو مقدار اشغاليه اللينك. يعني اللينك ده اشغاليته مثلا ايه 10% دايما. يعني في الافرج بتاعته 10% من اللينك ده بيكون ايه عنده نسبه اشغاليه. طب اللي تحت ده 90%. طب مع ان ده هنا الاي جي ار بي يفضل لفوق ليه؟ مع ان اللي فوق الباندوتس بتاعته اقل من اللي تحت بس ده اروق او رايق اكتر من الايه ال 100 تمام. طيب وبيعتمد حاجه برده اللي اسمها الريلايبيليتي مقدار استقرار اللينك. يعني اللينك يعني ايه هل بي اب اند داون كل شويه بي اب اند داون يعني كل شويه بيقع والكلام ده ولا ثابت مستقر؟ كل ما الاستابيليتي بتاعت اللينك اعلى عليت كل ما الريلايبيليتي بتاعته عليت. وبرده الام تي يو تمام الماكسيمم ترانسميشن يونت دي برضو يعني مش بتستخدم. احنا كده كده هنشرح الايه الباندوتس انا اسف المتريك بتاعت الاي جي بي بصيغه تفصيليه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرات المحاضره بتاعت الاي جي بي. فطبعا المتريك بتاعت الاي جي بي يعني الحسبه بتاعتها معقده تمام. بس هو بيعتمد على عوامل تقريبا اربع او خمس عوامل بيعتمد عليهم الايه الاي جي بي في اختيار افضل مسار. والاي جي بي طبعا بيدعم او بيسبورت الان ايكوال لود بالانس. يعني ممكن يشتغل لود بالانس على لينكات غير متساويه في الباند ويعمل توزيع غير متساوي تمام. طيب البي جي بي البي جي بي بوردر جيت واي راوتنج بروتوكول ده ما بيستخدمش يا جماعه في يعني ده بيستخدم في الاي اس بي. يعني ده بيستخدم في تربيط الراوترات الموجوده في الاي اس بي. ده بيقوم على البي جي بي تربيط النتوركس على مستوى الانترنت. يعني من الاخر تي داتا ودي لينك موصلين انترنت في مصر عن طريق اتصالهم ب اي اس بيز بره مصر في ايطاليا وفي الصين وكده. فطبعا الـ يعني تربيط بقى الايه الاي اس بي ده بتتربط مع بعضها بالبي جي بي. يعني مثلا افترض ان تي داتا تمام عندها شويه راوترات مع بعض كده تمام. كل راوتر بقى رابط محافظه والكلام ده كله. الراوترات دي كلها طالعه على راوتر والراوتر ده واصل باي اس بي موجود مثلا في ايطاليا. واصل براوتر كبير كده في ايطاليا والراوتر ده واصل بكل الراوترات الفرعيه اللي هو اللي ايه مربطه المدن اللي في ايه اللي في ايطاليا. والاي اس بي ده واصل باي اس بي مثلا موجود في انجلترا والاي اس بي اللي في انجلترا واصل. يعني تخيلوا الايه الانترنت قايم بالشكل ده تمام. انا طبعا ما اقدرش اعمل ريب ولا او اس بي اف ولا اي جي ار بي والقصه دي على الراوترات دي تمام. لان يا جماعه الاو اس بي اف والاي جي ار بي والريب دي راوتنج بروتوكولز بتتعمل في الانتربرايز نتوركس. اما انت بتتكلم في الانترنت انتربرايز هتقول لي يعني نتوركس كبيره يا باشمهندس يعني ما دي نتوركس كبيره في الحجم اعمل عليها بقى القصه دي. اقول لك لا دي ما بتعتبرش نتوركس كبيره دي نتوركس كومبليكيتد نتورك كومبلكس معقده تمام. ما اقدرش اعملها بالاي جي ار بي ولا الاو اس بي اف ولا الريب. لان خلي بالكم يعني الاي جي ار بي مثلا تحميل الاي جي ار بي على الراوتنج تيبل وكذلك بيعمل حاجه اسمها النيبر تيبل والتوبولوجي تيبل او الاو اس بي اف مثلا بيعمل لينك ستيت تيبل والقصه دي بعض الجداول بيعملها كل راوتنج تيبل على كل راوتر. انا ما اقدرش اعمل الجداول دي على راوترات بتربط الايه النتوركس على مستوى الانترنت تمام. دي لازم لها راوتنج بروتوكول خاص من نوعيه خاصه يتعامل معاها ده البي جي بي. طبعا البي جي بي ان شاء الله هنتناول تفصيله في محاضرات الايه يعني ان شاء الله محاضرات الخاصه بالبي جي بي. انا يعني ايه اتكلمت بصيغه ايه يعني مبسطه عن كل ايه راوتنج بروتوكول. بس خلي بالكم ان كل راوتنج دايناميك راوتنج بروتوكول يا جماعه احنا هنستفرد بيه في محاضره مستقله لكل ايه الريب محاضره كامله للاو اس بي اف الاي جي بي والبي جي بي تمام. طيب برضو الاي اس اي اس ده يعتبر المنافس
بتاع الايه الاو اس بي اف، تمام. ولكن قلما تلاقي يعني كل قلما يعني بيستخدم الايه الاي اس اي اس، حتى كمان هو عليه موديول واحد بس في السي سي اي، يعني مش هتاخد فيه حتى كتير في السي سي اي الاي اس اي اس ده، تمام. طيب طيب تعالوا نتكلم في سيناريو مهم جدا، تمام. ماذا لو راوتر 1 تمام يقدر يروح للنتورك 1 عن طريق الايه المسار ده، وده مثلا مسار تاني اهو، اوكي ده نتورك 1 تمام. طيب كلام جميل، افرض المسار اللي فوق خليته ريب والمسار اللي تحت خليته مثلا او اس بي اف، انت متخيل هيختار انهي مسار؟ هتقول لي مترك، اقول لك مترك ايه ده؟ الريب المترك بتاعته الهاب كاونت، الاوس بي اف المترك بتاعته الكوست اللي هو ال 100 او ال 100 اوفر باندوتس الميجا بت بير سكند، تمام. فكل راوتنج بروتوكول بيستخدم الايه الطريقه بتاعته، هنعمل ايه بقى هنا بقى دور الادمنستريتيف ديستانس. بصوا يا جماعه، الادمنستريتيف ديستانس قيمه معطاه لكل راوتنج بروتوكول، يعني الريب الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 120، الاو اس بي اف 110 تمام، الاي اي جي ار بي 90، ده الـ الـ يعني الـ يعني الاي اي جي ار بي 90، وفي حاجه اسمها اكسترنال، يعني ده اسمه انتر، في الانترنال اي اي جي ار بي 90، الاكسترنال ده الانترنال، اكسترنال 170. طبعا هتقول لي ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ ده ان شاء الله هناخدهم في محاضرات الريدستريبيوشن، تمام. ايه الفرق بين الانترنال والاكسترنال؟ يعني اعتبر اللي هو الاي اي جي ار بي ليه ايه قيمتين، تمام. طيب البي جي بي الادمنستريتيف ديستانس بتاعته البي جي بي الادمنستريتيف ديستانس بتاعته كام؟ 20 اهو 20، والاي جي ار بي 100 تمام، الاي اس اي اس الاي اس اي اس 115 حسب ما اتذكر، يعني 115 تمام. طيب الادمنستريتيف ديستانس بقى ده القيمه، دي قيمه معطاه لكل ايه يعني يعني معطاه لكل راوتنج بروتوكول. طيب انا هجمع لك الموضوع دلوقتي عشان ما تلخبطش. طيب بناء على الادمنستريتيف ديستانس راوتر 1 هيقول ايه؟ هيقول ان المتريك هنا بقى الراوتر هيبتدع حاجه اسمها الستاندرد متريك اللي هي بناء على الادمنستريتيف ديستانس عليها الرب، هنا 120 هنا ايه 120 هنا ايه 120، يبقى الحاصل ايه 380 صح ولا لا؟ طيب ده المسار الاولاني، المسار الثاني بتاع الاو اس بي اف كام؟ هنا 110 هنا 110 هنا 110 هنا 110 تمام. بيبقى كام هنا؟ هنا هيبقى 440 تمام. الراوتر بيختار ايه؟ الطريق اللي الادمنستريتيف ديستانس بتاعته اقل، فهيستخدم الطريق بتاع الرب، هيستخدم ايه الطريق بتاع الرب تمام. طيب كلام جميل، لو انا مثلا شلت الراوتر ده حلو، فيبقى عندي كده شلت 110، فاللي هيتحول هنا من 440 لكام؟ 330. فهنا الراوتر لا هيستخدم الايه الاو اس بي اف. هنا ممكن واحد يقول لي يا باشمهندس في حاجه غريبه جدا، طبيعي ان ال 120 بتاعت الرب تكون اعلى من الاو اس بي اف، الاو اس بي اف اعلى في السرعه والاداء من الرب، لكن ازاي الاي جي ار بي وهو راوتنج بروتوكول يا باشمهندس انت قلت عليه راوتنج بروتوكول وحش جدا وصمه عار في جميع سيسكو، ازاي ده 100 والاو اس بي اف 110؟ يعني ازاي الاي جي الاي جي ار بي الاي جي ار بي اقل من الاو اس بي اف الادمنستريتيف ديستانس؟ اقول لك لان ده سيسكو بروبرايتري، ده بتاع سيسكو، لكن الاو اس بي اف ده ايه ستاندرد صح ولا لا؟ فسيسكو مدت الايه مديه مخليه الراوتر بتاعها هيحسب الادمنستريتيف ديستانس بتاع الاي جي ار بي، اي يعني ده الراوتنج بروتوكول بتاعهم يعني ب 100 اقل من الايه الاو اس بي اف اللي هو الستاندرد، يعني حلو تحس كده في تفرقه عنصريه يعني ما بين الايه البروتوكولات وبعضها. طيب لو حبيت الخص لك الموضوع، احب يعني اشبه لك ان الـ يعني ايه هختار لك الريب والاي جي ار بي والاو اس بي اف والاي جي ار بي والبي جي بي. بصوا يا جماعه لو حبيت اشبهها لك زي العربيات كده تمام، الاو اس بي اف عامل زي العربيه البي ام، عربيه بي ام دبليو، هي متوسطه في السرعه مش سريعه قوي. تقول لي يعني ايه مش سريعه؟ بي ام دبليو مثلا مش سريعه؟ لا مش سريعه. لما تيجي تقارنها مثلا اي جي ار بي اشبهها لك بالفيراري تمام، الرب مثلا اشبهه لك بالعربيه الفيات تمام ال 128
تمام. الاي جي ار بي يعني ايه، امثله لك بالسيت، تمام، عربيه كده على قد حالها كده وبطيئه كده وحاجه كده ايه ما حدش يستحملها. البي جي بي امثله بالهامر، يعني قراءته بتكون قوي، تمام. ده عشان تقدر ايه تميز الايه ما بين امتى استعمل ده او امتى استعمل ده. من الاخر يا جماعه، يعني امتى بقى نستعمل ده وامتى نستعمل ده؟ يعني في النتوركس بتاعتك احنا قلما ما بنستعمل الرب، الرب ما بتستعملوش من الاخر الا لو هتستعمل ستاندرد، تمام. يعني انا اسف، يعني ما بتستعمل مالتي فيندر، يعني الراوترات مع بعضها مش بتسبورت الاو اس بي اف، لا بتسبورت الرب بس، اسطب الرب اعمل رب بينهم. طب راوترات ما بينها وبين بعضها مالتي فيندر، يعني من اكتر من فيندر وبتسبورت الاو اس بي اف، اعمل او اس بي اف. طب راوترات ما بينها وبين بعضها وكلها سيسكو، اعمل اي او جي ار بي وانت مطمن، تمام. طيب كلام جميل. تعالوا نشوف الايه السلايد اللي بعده. الديستانس فيكتور واللينك ستيت. الدايناميك راوتنج بروتوكولز يا جماعه بتقسم او بتصنف الى ديستانس فيكتور، وده بينضم ليه او العائله بتاعت الديستانس فيكتور، فيها الاي جي ار بي والريب والبي جي بي، اللينك ستيت، او اس بي اف والاي اس اي اس. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الديستانس فيكتور يعني من الاخر كده، لو انا عندي راوتر 1، حلو، ده راوتر 1 تمام، ورايح كده، يعني التشكيله ماشيه كالاتي، ده راوتر 2 R3 R4 وده R5، اوكي، دي نتورك 1 تمام. لو انا شغال يا جماعه بالديستانس فيكتور، فراوتر 1 كل معلوميته عن كيفيه الوصول الى نتورك 1 عن طريق افضل مسار بس، اللي هو مثلا المسار، افرض ان افضل مسار هو عن طريق راوتر 3، تمام، ده كل معلوماته، حلو كده. اللينك ستيت لا، ده راوتر 1 بيكون عارف افضل مسار بيست باث وكذلك الباك اب باس، يعني من الاخر راوتر 1 في اللينك ستيت بيكون عارف الخريطه ذات نفسها كلها ماشيه ازاي، تمام. افرض انا مثلا ايه اقدر اروح عن طريق الراوتر ده، وفي راوتر كده، والراوتر ده رايح كده، بعدين واصل للراوتر كده، وفي راوتر وفي لينك كده وايه بس كده، تمام. فممكن برضو يروح عن طريق المسار ده، ممكن يروح عن طريق المسار ده، ممكن يروح عن طريق المسار ده. لو انا مشغل او اس بي اف او اي اس اي اس بلينك ستيت، يعني الراوتر بيبقى عارف كل المسارات اللي بتودي الى الايه، الى الديستنيشن نتورك. اما الديستانس فيكتور لا، الديستانس فيكتور فقط بيسجل افضل مسار، ولو انت شغال اي جي ار بي بيسجل افضل مسار وتاني افضل مسار، اللي هو بيسموه السكسسور والفيزيبل سكسسور، تمام. تفتكروا ايه الافضل؟ هتقول لي اللينك ستيت، هقول لك ماشي، بس اللينك ستيت هيلود على راوتر 1، يعني راوتر 1 كان في الديستانس فيكتور هيسجل افضل مسار بس. حط في اعتبارك السي بي يو والرام، حط في اعتبارك الهاردوير ريسورس بتاع الايه بتاع الراوتر، هيسجل كل حاجه في اللينك ستيت، تمام، فهيلود على الرام اكتر بكتير من انه لو سجل افضل مسار بس، صح ولا لا؟ تمام. يعني مثلا هنا هيسجل مثلا ايه كذا راوت بيوديه الى ايه، مثلا هنقول مثلا هيسجل 8 راوت 8 طرق بيودوه الى ايه نتورك 1 لو ديست لينك ستيت. لو ديست فيكتور هيسجل واحد او اثنين، اكيد الافضل بالنسبه للسي بي يو والرام هو ايه الديستانس فيكتور. ولكن اللينك ستيت يتفوق على الديستانس فيكتور في ايه؟ في الكونفرجنس. يعني لو هو مسجل افضل مسار بس في الديستانس فيكتور، لو المسار ده واقع هيقعد يبحث عن المسار اللي بعده، فمده البحث دي تمام هتعطل انتقال الداتا من مثلا نتورك هنا لنتورك هنا، صح ولا لا؟ تمام. اما لو لينك ستيت هو عارف كل الخريطه اصلا، فلينك وقع على طول هوب اوتوماتيكلي هينقل على ايه لينك تاني. فاللينك ستيت بيفيدك في متفوق على ديستانس فيكتور بي الكونفرجنس تايم، تمام، ولكن بيسوقه انه بيلود على الرام والبروسيسور. اما ديستانس فيكتور بيتفوق على لينك ستيت في انه مش بيلود على الرام والبروسيسور زي اللينك ستيت، ولكن بيسوقه زياده قيمه الايه كونفرجنس تايم عن الايه اللينك ستيت. طيب ده بقى الايه، جينا لمرحله الايه التشالنج تيست، ندوس هنا بيجان.
What's the global routing protocol that forms the map of the internet؟ هل ال PGP ولا ال OSPF ولا ال HRP ولا ال RIP Next Generation؟ ال RIP Next Generation ده اللي هو بروتوكول ال RIP بس لما يشتغل مع ال IPv6 ده ان شاء الله، مش ال IPv4 اللي هو ال IP. يعني ان شاء الله هناخد addressing بروتوكول جديد اسمه ال IPv6 قدام. اما سطب الرب مع على نتورك شغاله بالاي بي في 6 مش الاي بي في 4 اللي هو اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، لا اي بي في 6 ده اسمه رب نكست جنريشن. تمام. الراوتنج بروتوكول اللي بيستعمل في تكوين الماب الخريطه بتاعت الانترنت هو البي جي بي. What's the routing protocol that supports unequal load balance load balancing؟ اللي بيسبورت الانيكوال لود بالانسنج هو الايه؟ الاي جي ار بي. طيب what's the routing protocol that has a dead timer of 270 seconds؟ ها ايه الراوتنج بروتوكول اللي الديد تايمر بتاعه 270؟ هو الاي جي ار بي. الريب الديد تايمر بتاعه كام؟ الديد تايمر بتاعه 90. الاو اس بي اف الديد تايمر بتاعه كام؟ الديد تايمر بتاعه 30. طبعا في حد هيسالني مثلا يا باشمهندس هو انت البي جي بي مثلا الديد تايمر بتاعه هيبقى كام يعني، ولا ولا اتكلمت حتى عن المتريك بتاعت البي جي بي. البي جي بي المتريك بتاعته يا جماعه معقده جدا، يعني حتى انا ما اقدرش الخصها لك زي الايه؟ الاي جي ار بي. ده انت عشان تتعمق قوي في تتعمق في البي جي بي بتخش تراك السيرفيس بروفايدر، انت بتقعد تقريبا تراك السي سي ان بي، السي سي ان بي فيه تراك كامل بالبي جي بي. تمام. بتدرس فيه البي جي بي بتعمق كبير جدا، حاجه اسمها الاتريبيوتس. يعني البي جي بي بيعتمد على مش على المتريك، بيعتمد على حاجه اسمها الاتريبيوتس. تمام. طبعا دي حساباتها معقده جدا في حاله مثلا، يعني بيعتمد على متريك بجريدز كده، يعني هيعتمد مثلا على حاجه اسمها الاوتونومي سيستم، لو لقيت الاوتونومي سيستم متساويه هعتمد على كذا، متساويه هعتمد على كذا، وهكذا. ده البي جي بي. تمام. طيب فعشان كده انا اتعمدت ان انا ايه ما اذكروش قوي يعني، لان هو مش في مجال دراستنا هنا. اوكي. وبرضو انت مش هتتعرض للبي جي بي الا لو انت اشتغلت في سيرفيس بروفايدر. تمام. اشتغلت في انتربرايز نتورك انت تعاملك هيكون مع الريب والاو اس بي والاي جي ار بي. واتس ادمنستريتيف ديستانس اوف ان اكسترنال اي جي ار بي راوتس؟ الاكسترنال اي جي ار بي الادمنستريتيف ديستانس بتاعته كام؟ 170. اما الانترنال كام؟ 90. في المحاضره النهارده اتكلمنا عن الفروقات الرئيسيه فيما بين الاستاتيك راوتنج والديناميك راوتنج. بريف نوتس خدنا بعض الملاحظات في البي جي بي والاو اس بي اف اللي هي الريب الاي جي ار بي الاي اس اي اس الاي جي ار بي. كذلك تناولنا المقارنه ما بين الديستانس فيكتور واللينك ستيت، وكذلك حلينا مع بعض التشالنج تيست. انا اعتبر خلصت. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.